للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عصام شيحة القيادي في حزب الوفد، وذلك تعليقا على ترشح السيد البدوي للانتخابات الرئاسية. أهلا بك معنا أستاذ عصام. أستاذ عصام، إذن الوفد يعلن رسميا الاتفاق على ترشح البدوي لانتخابات الرئاسة، تفاصيل هذا الاختيار وهذا الاتفاق والترشح أيضا؟ لا، حتى هذه اللحظة المشاورات على قدم وساق، على اعتبار أنه في دعوة للهيئة العليا لاتخاذ قرار مؤسسي. في نفس السياق في تحركات اخرى مرتبطه بالتوقيتات الخاصه بالعمليه الانتخابيه، سواء التفاوض مع النواب على التوكيلات او الذهاب للكشف الطبي، لكن لن يعلن الوفد بشكل مؤسسي غير بعد انعقاد الهيئه. يعني حتى اللحظه هذا الاعلان غير رسمي من قبل الوفد. ما زالت المشاورات، لانه في حاله من الارتباك اصابت مؤسسات الحزب، وفي فريق في حاجه الى مزيد من النقاشات. ما سبب هذه الحاله من الارتباك استاذ عصام؟ انه القرار كان مفاجئ، وان القرار كان متاخر، وانه سبق للوفد انه كان اصدر بيان بتاييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ففي ازمه مفادها انه يعني كيفيه اقناع القطاع في الوفد كبير، واقناع الراي العام لماذا تم التأييد، ولماذا الان الدفع بمرشح ممثلا للوفد. البعض يتفهم ان المصلحه الوطنيه العليا للبلاد تقتضي ذلك، البعض الاخر يرى ان الوفد سيدفع ضريبه قاسيه لهذا الترشح المتعجل، خاصه وانه الوفد لم يعد العده ان يكون ليه مرشح في الانتخابات الرئاسيه، لكن البعض الاخر بيرى انها ربما تكون تجربه مفيده لعوده الوفد للالتحام بالجماهير، وانه اذا لم يحقق النتيجه الماموله في هذه الانتخابات ربما يكون في الانتخابات القادمه سواء المحليات او البرلمانيه والرئاسيه يكون اعد العده ويكون لديه مرشح يحقق النتائج المرجوه. نعم، اشكرك شكرا جزيلا استاذ عصام شيحه القيادي في حزب الوفد على التوضيح.